اسمي سارة، خريجة ثانوية، دبلوم حاسب، خلصت تقريبا دبلوم سنتين، امتياز لله الحمد. اشتغلت في القطاع الخاص بس قعدت فيه تقريبا سنتين، بس ما حسيت انه لا يرد علي مردود مادي ولا شيء. انا اموت في العمل الحر صراحة، جدا احس حرية الدوام، حرية المكسب، آراء الناس، استقبالي للناس، حسيت وأنا أتكلم معهم آخذ انطباع. أنا أحب العمل الحر، من ضمنها كنت ناوية أفتح فوتوترك، حسيته طبيعي عادي، كل الناس فاتحين فوتوترك. من صغري وأنا أموت في الباص، كنت إذا راح الباص عني حق المدرسة أبكي وأروح أركض لين عند جيراننا عشان أركض معاهم في الباص. كلمت زوجي وقلت له ايش رايك بهذه الفكره كذا كذا كذا. في البدايه قال لي كيف بتصير، قعدت احط النقاط كذا 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 كذا، نفتح الباص نسوي كذا، الناس تشوفه مبهر. انا متاكده يعني انا اول ما افكر في الشيء ارسمه في خيالي، فاذا رسمته في خيالي احس الفكره لا. شرينا الباص، صح جت في عوائق في الدرب معنا يعني، بس الحمد لله تيسرت. رحنا وخذنا ودينا الورشة، قصقصنا من كل الجهات، فتحنا. زوجي كان معارض على البلكونة بس قلت هي أكثر شيء راح يلفت نظر الناس. هي قدم مشروبات باردة وحارة، إسبريسو، لاتيه، كابتشينو، وأحياناً أقدم صباح شباتي وكرك وكرسون، طبعاً بالإضافة للقهوة العربي والشاحن. جانا ناس من الإبل من هنا من النادي، قالوا نروح ونزاين الإبل، راح تشوفون أنفسكم، راح يكون في انطباع للناس كثير، راح تشوفون نفسكم هناك. فعلاً جيت أنا وزوجي يوم، رحنا شفنا تفرجنا، حسيت إنه هنا هذا مكان. بعدها بيومين بالضبط كلم زوجي عن هذا الحقين المنظمين، ما أدري إيش بالضبط، كتبنا العقد، قلنا ما معنا رخصة، قالوا أوكي عادي، في رخصة مؤقتة اسمها، سجلناها في فرص وجينا على طول. ثالث يوم بالضبط إحنا هنا. التسجيل جدا ميسر الحمد لله رب العالمين، والناس كانت ردة فعلهم جدا جميلة صراحة، كلهم، لا من النادي، لا من الناس اللي يجون، لا من اللي مشاركين في المهرجان، كلهم صراحة. أول انطلاقة لي كانت في مهرجان الإبل للملك عبد العزيز، صراحة جدا جميلة وإطراء الناس عليها كان حلو. أشكر المنظمين وأشكر كل من حاول يساعدني في هذا المهرجان. أول شكر صراحة أشكر زوجي، هو اللي كان مشجعني وداعمني.